رياح بوارح نشطة على شمال شرق المملكة، ورياح نشطة أيضا وغبار على سواحل المنطقة الجنوبية وزخات رعدية في مرتفعات الجنوبية، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. إذا تبقى الأجواء شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة مع نشاط لرياح البوارح، ولتفاصيل أكثر نشاهد سرعة هبات الرياح الواردة لدينا في مركز طقس العرب، حيث نشاهد هنالك نشاط لرياح البوارح في المناطق الشمالية الشرقية خلال ساعات نهار يوم الأربعاء، وتستمر هذه الرياح بنشاطها حتى يوم الأحد. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض. غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 31 درجة مئوية وسرعة الرياح إلى 20 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة فيوم الأربعاء والخميس درجة الحرارة ما بين 43 إلى 44 درجة مئوية، ليلا ما بين 33 إلى 34. أما يوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة تصبح 45 درجة مئوية، وليلا تصبح 34 في ساعات الليل. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها من سكاكا 43 إلى 30 درجة مئوية ليلا، في عرعر 41 إلى 28، في تبوك 38 نهارا إلى 25 درجة مئوية في ساعات الليل، مكة المكرمة 42 إلى 30، في المدينة المنورة 42 إلى 31، في جدة 39 إلى 30 درجة مئوية، وفي الطائف من 33 إلى 25 درجة في ساعات الليل. في أبها احتمال زخات أمطار رعدية من 31 إلى 20، في الباحة كذلك الأمر من 28 إلى 22 درجة مئوية، وفي جازان 38 إلى 33 درجة مئوية في ساعات الليل. في الدمام 43 إلى 34، في الإحساء 45 إلى 35، في حفر الباطن من 44 إلى 30 درجة مئوية في ساعات الليل. في الرياض 43 إلى 33، في بريدة 42 إلى 30 درجة مئوية، وفي حائل درجات حرارة مرتفعة من 40 إلى 28 درجة في ساعات الليل. وكانت هذه أبرز المعلومات التي وردت لدينا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.